هكذا بدا المشهد منذ دخولنا إلى حلب. قصف لا يهدأ حتى يعود مجددا. طائرات حربية استهدفت مبنى سكني يبعد مئات الأمتار فقط عن مكان تواجدنا، ليعود الذعر مجددا إلى الحي ويبدأ الأهالي بالفرار إلى مكان آمن. وإن كان يصعب إيجاده حاليا في حلب، فمعظم أحيائها تتعرض لقصف عنيف. عالم أطفال كلها نايمة تحت السقف، عم بنزل عليهم السقف كل دقيقة بوم بوم ضرب ضرب، كلها بالهاون كلها بالمدفعية، كلها دمرونا الله يدمرهم. في طيران حربي هون عم يضرب، عم بيجي طيران من بعد عم بيضرب، صار هلا من بعد عشان ما يبين انه طيران عم بيطلع، عم بغشونا من بعد من مناطق ما فيها ضرب، عم بوقفوا الطيارة بيضربوا على بستال باشا، على الهلوك، على الميدان، على بعيدين، ما خلوا مكان. تنقلنا بين أحياء حلب بسهولة كبيرة بسبب سيطرة الثوار على ثلثي المدينة. نحن الآن في بستان الباشا، هذا الحي الذي يسيطر عليه عناصر الجيش الحر منذ نحو أسبوعين من الآن، وهو محاذي لحي الصخور حقيقة. وكما نشاهد في الصورة هنا عناصر من الجيش السوري الحر ينتشرون بين أزقة وشوارع هذا الحي. هذا الحي جزء كبير من سكانه نزحوا باتجاه أماكن أخرى إلى الريف الحلبي أو إلى تركيا. كما سمعنا الآن هناك قصف الطائرات الحربية والمروحية تتعرض له عدد من أحياء مدينة حلب، وخصوصا حي بستان الباشا وحي الصخور. الجيش الحر ينتشر بين أزقة حي بستان الباشا وسط مدينة حلب كإجراء احترازي، مانعين جيش النظام من الاقتراب إلى هنا. فهذا الحي يسيطر عليه الثوار منذ نحو أسبوعين، ويبدو الجيش الحر واثق من استعداداته. فكلمة الانسحاب كما قال لنا أحد القادة الميدانيين في الجيش الحر ملغية من قاموسهم. نحن شاهدنا عناصر الجيش الحر ينتشرون بين أزقة وأحياء مدينة حلب، هل تتخوفون من اقتحام بري؟ لا لا نتخوف، إنه النظام أجبن من أنه يقتحم الأحياء. نحن مستعدين دائما لهذه الاحتمالات، ونقوم بنشر مجموعاتنا كتائب عاصفة الشمال لواء عاصفة الشمال بالتعاون مع مجموعات أخرى من الجيش الحر بنشر الحواجز ونشر خطوط الجبهة الأمامية. يفتقد ثوار حلب كما يقولون لأسلحة مضادة للطائرات الحربية والمروحية، وإن وجد بعضها بقدرات متواضعة، الأمر الذي يخول النظام الاستمرار في تدميره لمدينة حلب. محمد دغمش من حي بستان الباشا في حلب، العربية.